عندنا اخبار كتيره والخبر ايضا المهم اللي نحب نقوله لكم قبل ما نبدا نتكلم على البنما ليكس او وثائق بنما، هو انه الكلام عن تاجيل زياره الوفد المصري الامني لايطاليا غير صحيح وغير دقيق. الوفد يسافر الى ايطاليا في موعده، هذا الوفد يحمل دوسيه ضخم جدا للسلطات الايطاليه، هيتكلم على انه ايه التفاصيل، هيسلم كمان اشياء من مستحقات او من يعني اشياء من اشياء تخص ريجيني للسلطات الايطاليه، تليفونه، ترقب تليفونه، في كلام ان هم ان المصريين هيتكلموا على مراقبه ريجيني، ان هو تمت مراقبته في فتره ما لانه كان بيقوم بزيارات يعني غير واضحه المعالم لعدد من التريد يونيونز او النقابات التجاريه. الوفد في موعده فجر الاربعاء، فجر الاربعاء، وفد من الداخليه ومن النيابه العامه سيذهبون إلى إيطاليا وإلى روما للتحدث مع السلطات الإيطالية، طبعا النقابات العمالية. ده بالنسبة لي خبر ريجيني، إذن الوفد في موعده لم يتم تأجيله كما يعني قيل وكما تردد مؤخرا على حتى عهدة عدد من الوكالات الأجنبية، لكن الوفد في موعده. نتمنى بس أنه المستندات التي معنا تكون مستندات جادة، وأن تقنع يعني نحن نحاول أن احنا ناخد الموضوع بجدية، وزي ما قلنا إن كان هناك من أخطأ فيجب أن يعاقب، ولكن علينا أن نهتم بالوطن أولا، يعني مش مهم الناس، مش مهم لو في حد أخطأ يعاقب، لكن ما نقدرش نخسر حاجات كتير، ما نقدرش نخسر السياح، ما نقدرش نخسر علاقاتنا مع إيطاليا، ما نقدرش نخسر أمور كثيرة جدا لعدم أو لإصرار البعض على اتخاذ الأمور ب يعني خفة وعدم اتخاذها بجدية. امبارح بعد ما انهينا الحلقه الحقيقه كان لدينا اخبار هي الاولى في كل وكالات الانباء العالميه، ولحد هذه اللحظه تتصدر وكالات الانباء العالميه ونشرات الاخبار الدوليه وتحت اسم بنما ليكس. بنما ليكس هي مجموعة تسريبات، هي الأكبر في العالم، تسريبات من إحدى الشركات التي تعمل في تأسيس الشركات القانونية التي تعمل في تأسيس شركات الأوفشور في بنما، وهذه الليكس أو هذه التسريبات قدمت إلى طبعا كانت هي تسريبات خرجت من مصدر غير معروف وقدمت إلى إحدى الصحف الألمانية، والصحف أو الصحيفة الألمانية من كتر ما الليكس دي أو التسريبات دي ضخمة جدا، احنا بنتكلم على 11 ونص مليون وثيقة، 11 ونص مليون وثيقة يعني 2.6 من 10 جيجا بايت من المعلومات، 11 ونص مليون وثيقة تيرا بايت من المعلومات، يعني عدد ضخم جدا من الوثائق التي وجدت على مدى 40 عاما في هذه الشركة، الشركة البنمية، عن تحمل أسماء كثير جدا من رؤساء الدول والزعماء المقربين من الرؤساء في أكثر من 50 دولة، وبالتالي وقدمت عن طريق مصدر غير معروف مجهول للصحيفة الألمانية. الصحيفة الألمانية استعانت بحوالي 300 صحفي حول العالم من الاتحاد الاستقصائيين، الصحفيين الاستقصائيين حول العالم، وذلك للكشف ومحاولة معرفة الوثائق دي، الوثائق دي صعب جدا قرايتها. وأيضا الصحيفة الألمانية عندما كشفت عن الأمر بالأمس قالت إنها اضطرت إلى إنها يتم استحداث برنامج معين عشان يقدروا إن هم الصحفي أو الريسيرشر يقدر إن هو يغوص في هذه الأوراق ويقدر يطلع الأسماء المهمة، لأن هذه أوراق صعبة القراءة جدا، فأخذت منهم سنة كاملة من البحث في هذه التسريبات. إيه أهمية هذه التسريبات؟ هذه التسريبات بتكشف عن أسماء لزعماء من أكثر من 50 دولة ومقربين من رؤساء من أكثر من 50 دولة حاولوا التهرب من الضرائب في بلادهم أو إخفاء الأموال في بلادهم أيضا عن طريق إنشاء شركات الأوفشور.
طبعا هنسال احنا طبعا مش هناخد الكلام كده مسلم، ولكن هنسال هنطرح مجموعه من الاسئله، لكن زي ما انتم شايفين الاسماء كتيره جدا، يعني احنا بنتكلم من اسماء مقربه من بشار الاسد، اسماء طبعا عندنا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، الامير القطري حمد الثاني، رئيس وزراء العراق اياد علاوي، رئيس وزراء الاردن السابق، يعني في عندنا اسامي كبيره، رامي وحافظ مخلوف من اقارب رئيس بشار الاسد، طبعا علاء مبارك موجود معانا، ودي الجزء الاول من هذه التسريبات، متوقع انه تبتدي تصدر تسريبات متلاحقه تشبه الويكي ليكس، هي شبه الويكي ليكس ولكنها تسريبات متخصصه تتحدث عن اوراق مهمة عالميا مش بس عربيا ولكن عالميا، يعني ادي كوجو عنان ابن السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، وزير دولة فرنسي سابق، رئيس أرجنتين سابق، طبعا مقربين من بوتين، من الرئيس الروسي بوتين، ودي يعني أثارت زوبعة كبيرة، ودي كان الخبر نمرة واحد في كل الصحف والميديا الأجنبية. هكلمكم ليه بوتين، رئيس وزراء أيسلندا اللي مطالب الآن باستقالته بعد الكشف عن هذه الوثائق، وزير داخلية أيسلندا، أعضاء في البرلمان البريطاني، والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يعني عندنا أسماء ضخمة جدا موجودة في الويكيلي في البانما ليكس، منها أيضا ميسي اللاعب الكرة ميسي، ومنها أسماء أخرى كثيرة، يعني في يعني حتى فيها لعيبة كرة زي ميسي. طيب إيه أهمية الليكس دي أو بتكشف إيه؟ أهمية الليكس دي هو إنه كل دولة تبتدي تكتشف أو تبتدي تستخدم هذه الوثائق للكشف عن ما يملكه بشكل سري أو ما يتهرب منه بشكل غير قانوني هذه الأسماء. لكن خلونا نقول أولا ما هي شركات الأوفشور، إيه هي؟ احنا عندنا نوعين من الشركات مكشوف عنها في هذه القضية قبل ما نتكلم عن الشخصيات وفي مقدمتها علاء مبارك. احنا عندنا بنتكلم على نوعين من الشركات، الأوفشور والشال كومبانيز أو شركات الواجهة. اللي بيحصل إيه؟ الأوفشور كومبانيز هي شركات قانونية جدا، وعشان ودايما في سطر موجود في هذا التقرير انه شركات الاوفشور او شركات العابره للمحيطات او عابره يعني هذه نوع من الشركات، هي شركات ليجل، هي شركات قانونيه، لكن احيانا هذه الشركات تستخدم بشكل غير قانوني، بمعنى انه الشركه دي ممكن تبقى شركة ليجل جدا وإنشائها وليجل وتأسيسها ليجل، لكن البعض يتجه لتأسيسها في جزر الكاريبي، في أوبروس، في بنما، في أماكن أخرى كثيرة، لأنها بعيدة أولا دي أماكن ما فيهاش ضرائب، دي جزر وأماكن بيسموها تاكس هيفنز أو جنة الضرائب، دي أماكن بعيدة عن طائلة الضرائب أو بعيدة عن يد الضرائب الطولة في دول كثيرة، ويمكن لهذه الشركات أن تستخدم إما بشكل قانوني أو بشكل غير قانوني. بشكل غير قانوني إزاي؟ إنها إما أنها تكون شركات حقيقية، يعني شركة الأوفشور دي تكون شركة حقيقية لها ممتلكات ومؤسسين ولها نشاط حقيقي، أو إنها تتحول إلى ما يسمى بشركات الواجهة شال كومباني. إيه هي الشال كومباني؟ الشال كومباني هي شركة وهمية، ان انا اسس شركه في فيرجن ايلاندز او في اوبروس او في بنما او في بعض الجزر البريطانيه او في اماكن معروفه، فتصبح هذه الشركه الواجهه هي مجرد واجهه يستطيع الشخص من عن طريقها غسيل الاموال. يغسل الاموال ازاي؟ غسيل الاموال ده طبعا يعني موضوع معقد جدا، جياله اموال الليجل، إما عن طريق سلاح أو مخدرات أو بطريقة فساد كوربشن الليجل بأي شكل من الأشكال. الشركات دي بتبقى واجهة، بتدخل الأموال عن طريق هذه الشركات ثم تخرج مرة أخرى، يعني خلاص كده تخرج لتشتغل الأموال دي باسم هذه الشركة في نشاط آخر، ثم تعود إلى البلاد سواء إلى مصر أو إلى دول أخرى بشكل مختلف، فخلاص كده الأموال بقت
نظيفه. ده اللي بيحصل حصل في روسيا، وده اللي اكتشفوه في روسيا، ان مليارات خرجت من روسيا، او ده على عهده هذا التقرير، ان مليارات خرجت من روسيا لهذه الشركات ثم عادت على مراحل، وبعض هذه المليارات والملايين كانت باسم واحد مثلا عازف تشيلو، عازف تشيلو في مقرب جدا من الرئيس بوتين، باسمه هذه الشركات او باسمه هذه الاموال. وده كان موضوع غريب جدا، هو ده اللي فتح الحوار في حول قرابتهم من الرئيس بوتين. إذن هذه الشركات الوهمية اما لاغراض الماني لوندري او اغراض غسيل الاموال، او كمان في اغراض اخرى، التهرب من الضرائب. الضرائب في دول عديدة بالذات في دول أوروبا ضرائب قاسمة 30% و40% وكده، فبالتالي هو عايز يهرب أكبر قدر من الأموال في منطقة آمنة بعيدا عن الضرائب. ده جزء. والجزء الثاني أنه يخبي الفلوس، وده الجزء الأكتر اللي له علاقة بالشرق الأوسط، يعني الجزء اللي له علاقة أكتر بأوروبا هو أنه هم بيتهربوا من الضرائب، الجزء اللي له علاقة أكتر بالشرق الأوسط هو أنه بيخبوا الفلوس، إن الفلوس كانت تأتي من مصادر غير شرعية غير معلومة، قد تدار عليها أسئلة أو تطرح عليها أسئلة، فالطريق الوحيد إن أنا أخبيها فين؟ أخبيها في أوفشور كامبني، في شركة تواجهها موجودة في منطقة غريبة، وكمان تبقى منطقة سرية. إحنا من 5 سنين، من 5 سنين بالظبط، يعني الحقيقة إنه هذا التقرير بالنسبة لي أنا ما بيكشفش جديد، لأن إحنا من 5 سنين في هذا البرنامج عملنا تقرير استقصائي، النهارده هنذيع لكم عليه 10 دقائق فقط من هذا التقرير، وكأن التقرير ده معمول امبارح. التقرير ده عملناه في جون، يعني قبل ما المحطة دي تفتح، يونيو 2011، زعناه يوليو 2011. والحقيقة ان هذا التقرير كان يعني بيحاول يتعقب اموال عائلة مبارك في لندن. ورحنا شفنا البيت، رحنا شفنا المستشفى اللي بنت جمال اتولدت فيها، ذهبنا الى رحنا شفنا المكان اللي كان فيه مكتبه اللي هو بتاع شركة ميد انفست، يعني تابعنا اشياء كثيرة وكشفنا عن مجموعة من الاسماء اللي موجودة معاه في هذه الشركة. هنذيع عليكم 10 دقائق بس من هذا التقرير، ثم نضع التقرير على الويب سايت التابع للبرنامج والسي بي سي لمن يريد ان يراه. ده كان حلقتين، ده كان تقرير عملناه على حلقتين، تقرير مطول جدا صورناه من انجلترا. بالنسبة لنا في المنطقة العربية ماذا يعني ذلك؟ يعني بالنسبة للدول اللي زينا اللي فيها بتحاول انها تبحث عن اموال اسرة مبارك او اموال ناس مقربة من مبارك مثلا، انه انا عندي دوكيمنت، انا عندي شركة كشفت عنها باناما ليكس، انا استطيع ان اتعقب هذه الشركة. وده لمتخصصين يا جماعة، يعني ده مش شغل انا اعمله او حتى صحافة استقصائية تعمله، لكن ده شغل متخصصين ان هم يأجروا لو فيرم، شركة قانونية، محامين بيتعقبوا هذه الاموال ويشوفوا هو الشركة دي، هذه الشركة الواجهة ماذا تخبئ. ده سؤال مهم جدا ان احنا نعرفه. يعني مثلا في الكلام بتاع علاء مبارك، ماذا كشفت الباناما ليكس عن علاء مبارك؟ ممكن حد يقول لك ما كشفتش حاجة، هي بس كشفت انه علاء اللي أسس شركة في برضو من عن طريق هذه الشركة البانامية، والشركة دي طبعا تعرضت لمشاكل واكتشفوا انه هو شخصية هاي ريسك. انا اللي جذب انتباهي في كل الدوكيمنتس، والدوكيمنتس موجودة معانا، ممكن نحطها على الشاشة يا جماعة، اللي هي الدوكيمنتس المتعلقة بشركة بان وورلد انفستمنت، ده اسم الشركة بتاعة علاء اللي أسست في هذه تابعة لهذه الشركة. أنا اللي لفت انتباهي فقط هو لأن هذه الشركة مش باين تمتلك إيه، مش باين أي حاجة، اللي لفت انتباهي هو العنوان، لانه العنوان اللي مكتوب على هذه الشركه التابع لجمال مبارك، عفوا علاء مبارك، هو نفس العنوان البيت اللي احنا كشفنا عنه في لندن اللي مش مكتوب باسم جمال مبارك حتى. احنا عارفين ان ده بيت جمال، احنا اكتشفنا ده وتاكدنا منه من مجموعه من المصادر، منها انه شهاده ميلاد بنت جمال كان عليها هذا العنوان، ده مش بيت متاجر. لكن هنا انا بتكلم على انه البيت اللي مكتوب عليه اسم الـ اسم الشركه هنا هو نفس العنوان اللي
في بيت جمال مبارك. إذن هذا البيت تابع لعائلة مبارك، حتى لو كان الاسم الريجسترد أو الاسم المسجل على قائمة القائمة اللي بتخش على قائمة العقارات البريطانية ليس باسم الأسرة. وإحنا دخلنا بده، ليه ليس باسم الأسرة؟ لأن ما فيش حاجة بتتحط بأساميهم. هذه الشركات، وده اللي هنكتشفه كمان وهنقوله لكم في التقرير، الشركات دي بيبقى بأسامي مختلفة. يعني بمعنى إيه؟ أدي الاسم أهو، address is whose address is 28 Wilton Place. 28 Wilton Place ده هو نفس العنوان بتاع جمال، هو نفس العنوان اللي عليه الشركة بتاعة جمال، هو نفس العنوان اللي على شهادة ميلاد بنت جمال، هو نفس العنوان. إذن هو ده البيت، إذن ده جزء من الأسيتس بتاعة الأسرة. الفكرة إنه صعوبة تعقب هذه الأمور ليه؟ لأنه هذه الشركات بتبقى بلايرز، طبقات. الشاطرين دايما يقولوا، الشاطرين في هذه الأمور، محامين الشاطرين ما يحطوش اسم صاحب الشركة هو الاسم الحقيقي، بيتحط أسماء أخرى لمحامين هم أصحاب التراست، هم بيبقوا المسؤولين عن الشركة، وفي الباطن في أسماء. وبالتالي من الصعب جدا، بل من أحيانا من المستحيلات أنك تتعقب هذه الشركات. هنزيع عليكم بعد شوية جزء من هذا التقرير، هو تقرير طويل جدا، بس احنا اكتشفنا كل هذه الأمور ده من 5 سنين. خلونا نشوف الدايجرام ده، وهو بيتكلم على إزاي بيحصل. يعني مثلا آدي الـ 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 هنا الأموال من كريدي سويس تشانل آيلاندز، آدي هنا بتروح أهو عن طريق الشركة تانية، آدي الأموال طالعة من هنا بتروح عن طريق شركة بان وورلد انفستمنت، البنفيشري هو علاء مبارك والأونر هو علاء مبارك والشير هولدرز بقى أشخاص آخرين. آدي شكل الأموال، وبالتالي أحيانا بقى بيبقى الأسماء بتاعة البنفيشري أو الأسماء المستفيدة بتبقى أسماء أخرى، وذلك للتمويه وتخبيط الأموال. إذن ده يهمني في مصر في إيه؟ يهمني ببساطة شديدة جدا إن أنا أستطيع إن أنا أخد ده وابتدي أتعقب من أول وجديد، وأخش له وأقول له طيب أنت عندك شركة أهو، الشركة دي بتملك إيه؟ وابتدي تفاوض، وابتدي تفاوض مع هؤلاء، ماذا تملكون؟ ايه اللي احنا ممكن، والله لو قررنا ان احنا كمجتمع نعمل زي ما عملنا مثلا تصالح مع حسين سالم ودفعناه فلوس، طيب ما نفكر نعمل كده، لان احنا مش هناخد فلوس على الاطلاق بالشكل ان احنا نحاول ندور على الفلوس، مش هنعرف ومش هننجح، ده موضوع شديد الصعوبة. الحل الوحيد هو ان احنا نعمل مقايدة ونشوف والله انت معاك كام، انت هتقر بكام. مشكلة ان واضح ان هم مش عايزين يتصالحوا في هذه الامور، وبالتالي يبقى قدامنا الطريق الاخر. خلونا نشوف ايضا شخصيات اخرى اتكلم عليها هذا التقرير. يعني اتكلم مثلا على اياد علاوي، اياد علاوي نائب الرئيس العراقي ورئيس وزراء العراقي، واياد علاوي بيتكلم ايضا عن انه هذه شركة كانت تملك بيت في لندن وغيرها في اوقات ما كان هو رئيسا للوزراء. اياد علاوي مكتبه الاعلامي رد وقال انه هذه كلها كانت امور قانونيه لم يتم، وان هو دفع كل الضرائب، ومكتب اياد علاوي اكد ان هو سدد الضرائب، وان هو بالفعل هذه امور كلها قانونيه، وان هو يمتلك هذا العقار بامواله الشخصيه. مره اخرى بنؤكد انه شركات الاوفشور هي شركات ممكن تكون قانونية ويمكن أن تستخدم لأمور غير قانونية، لأن في يعني رجال أعمال كثر جدا في العالم كله بيشتغلوا بشركات أوفشور، ممكن يكون للبعد عن الضرائب، لكن في النهاية في ليجاليتي وفي قانونية لهذه الشركات.